هاي، ازيكم يا صحابي؟ انا اميره من برنامجكم السنابل نيوز مصر، واحنا النهارده في كرنفال انا صنعت فنان في كنيسه العذراء والانبا شنوده بمدينه السلام. هنعرف وهنتعلم وهنلعب حاجات كتير قوي. خليكم معانا النهارده، اخدكم في رحله سريعه في كرنفال انا صنعت فنان. الكرنفال عنوانه أنا صنعت فنان، بيكلم الطفل إزاي إن الله خلقه بصورة حلوة جدا وكان هو تاج الخليقة كلها. الصورة الحلوة دي كان لازم نعلم الطفل إنه إزاي جسده يحافظ عليه. اتكلمنا النهاردة على محورين، المحور الحياة اليومية، إزاي الطفل يعتني بجسده يحافظ عليه من النظافة اليومية، وإزاي يحافظ عليه بعناية يخليه صورة حلوة دايما. المحور الثاني عن التحرش وانه ازاي يحافظ على جسده من اي اعتداء خارجي، اي معاملة غير طبيعية من اي شخص غريب. جيت الصبح رسمت وشي واتفرجت على مسرحية ولعبت المية ولعبت المطاطة. عملت النهاردة في اليوم اتفرجت على الاستيتش ولعبت لعبة المية. خدنا في الاستيتش نغسل ايدينا بعد الاكل وقبل الاكل ومناكلش واحنا بنتكلم. لما جيت هنا لعبت وانبسطت واتفرجنا على سكتشات ومسرحيات. السكتش اللي انا كنت بتفرج عليه النهارده كان بيتكلم عن اللي احنا نصلي قبل الاكل ونغسل ايدينا قبل الاكل ونحترم مواعيدنا. انا صنعت فنان. كده يا اصحابي تكون خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا زي ما انا انبسطت واستمتعت وتعلمتوا كمان حاجات حلوه كتير. كانت معكم اميره من برنامجكم السنابل نيوز مصر. باي باي.